هقول لكم على وصفة شرايح الكوسة بالموتزاريلا. هيبقى معانا كوسة متقطعة شرايح بالطول، معانا ملح وفلفل اسود، معلقة صغيرة بصل بودرة، نص معلقة صغيرة بودرة ثوم، نص معلقة صغيرة بابريكا، وشوية زيت. للوجهة معانا كوباية جبنة جودة مبشورة ونص كوباية جبنة موتزاريلا، للتقديم كزبرة مفرومة. وصفة سهلة جدا وبسيطة ومفيهاش أي حاجة صعبة، في نفس الوقت تغيير ومغذية. هحط الزيت هنا حوالي معلقة أو معلقتين حسب الكمية اللي معانا، ما نعملش بزيت زيتون عشان ده هيخش الفرن على درجة عالية، فمش هيفضل أبدا ان احنا نستخدم زيت زيتون. هجيب جوانتي بقى علشان نشتغل. هنكون مقطعين الكوسة بالشكل الطولي ده، بالقشرة يعني احنا بننضفها كويس وبنقطعها بعد كده بالطول بالقشرة. القشرة دايما بيبقى فيها الفايدة كلها. خلاص انا حطيت هنا في البايركس على طول معلقتين الزيت، هنزل بقى بكل شرايح الكوسة اللي معايا دي، وهبتدي ان انا اغلفها كويس جدا بالزيت بمعلقتين الزيت اللي معايا. الكوسة تعتبر الياف حلوة جدا، السعرات بتاعتها قليلة جدا، فمن الحاجات اللي بتروي الجسم بالمية جامد وبتدي الجسم الياف مهمة وبتشبع بدون ما تدي سعرات كتير. تمام، فدي معلومة مهمة قوي. طيب هبتدي اخد، انا معايا هنا البابريكا الحمراء، وفي كمان بيبقى مدخن بيبقى طعمه حلو، بودرة البصل، وممكن بودرة ثوم لو حابين، وزعتر لو حابين برضو. تمام، كله مع بعض، ونحط الملح والفلفل، بودرة بصل، بودرة ثوم، ملح وفلفل، بابريكا، كل ده ينفع، والملح. خلاص هبتدي بس ان انا اخد ده كله واقلبه. الوصفة دي ينفع تتعمل برضو بشرايح الفلفل، شرايح البتنجان، شرايح الطماطم، اي حاجة تتقطع من الخضار شرايح تنفع. خلاص كده اتغلفت واتبلت حلو جدا، هبتدي ان انا ارصهم بالشكل ده عشان هيخشوا الاول داخلة معايا الفرن. مش هحط الجبنة على طول، ليه بقى؟ علشان الكوسة بتنزل مية، فانا عايزة اديها شكل الاول حراري جامد واديها فرصة كده تستوي معايا حلو، وبعدين هروح ايه منزلة عليها الجبن. تمام، اهو هي ازيد شوية مش مشكلة، او نغطي الاطراف اللي هي الفاضية دي كده. تمام كده، هاخدها دي بقى وادخلها الفرن على 220 درجة. لو في اي حاجة بس مش نضيفة في البايركس ننضف، عشان بس ده بيتحرق بعد كده وبيلزق ميبقاش شكله حلو، فهنشيله كده قبل ما ندخل الفرن. تمام، هسيبها دي بقى تقريبا تلت ساعة نص ساعة، لغاية ما احس احنا حسب الفرن بتاعنا، لغاية ما احس انها اخدت لون كده ذهبي، هبتدي انزل بقى بسرعة لون ذهبي فاتح، هنزل عليها بعد كده الجبنة. معانا جبنة الجودة وجبنة الموتزاريلا تترش على الوش، تاخد لها 5 دقايق بس عشان تطلع لسه بتمط معانا. الوصفة دي حلوة جدا لـ7 خطوات، اهم حاجة بس ان احنا ما ناكلش معاها نشويات. تمام، عشان فيها برضو جبنه ودسم وكده، فلو بالكتير لو شريحتين خبز مشبع على الغدا مثلا ممكن، بس يفضل معاها سلطه. طيب لونها كده حلو قوي وتمام وريحتها تحفه، نبتدي نرش عليها بقى اهو
الجبنه والكزبره لو عايزين الكزبره من دلوقتي او تتقدم في الاخر زي ما تحبوا. ياريت الجودة لو لقيتوها دايت لايت يبقى افضل، او نعملها في البيت نقلل منها الدسم في البيت. زي ما قلت الطريقة سهلة قوي، احنا بنجيب انواع الجبنة الصفرة كلها، جودة رومي اي انواع جبنة صفرة انتوا حابينها. بعد كده بندوبها في تقريبا في حلة فيها مية مغلية عادي جدا بتدوبوها، وبعدين ترجعوا تصفوها تاني. لما بتصفوها بتنزل المية والدسم ويتبقى معانا الجبنة اللي بنقدر نبرمها تاني، نحطها جوه كيس نايلون او كلينج فيلم نبرمها ونحطها في التلاجة ونقطعها وبتسيح معانا من اول وجديد عادي جدا. وبس احنا بنكون شلنا منها الدسم، مش عايزة اقول لكم كمية الدسم اللي بتنزل منها مرعبة مرعبة. وكده نبقى عملنا جبنة الدايت او اللايت في البيت بمنتهى السهولة. كده الكوسة خلاص هندخلها بقى الفرن تاني، هي خلاص بصوا الجبنة اصلا بتسيح مش هتاخد غير 5 دقايق وهطلعها على طول.